الدريات دابا غاسو ماكياجي ماشي لايك ميك اب حيت في الصباح تفوجي كنمشي بلا ماكياج ليكازيون سو غنديرو ماكياج ساهل ونوريه لكم ام بابا ودو الدريات غندير هذا اللي هو في المدرسة دار ليا واحد المرسم ليا ما عرفتش كيفاش وصافي بلاندينا هادشي صافي ناو غنديرو الباودر في وجهي راكم عارفين البلاش نكتر حيت في واحد الوجه ديال الله يستر هذا illumination illumination عندي في المرايا غير عشرة شتو الديفرنس لايك واحد كيجي سو ذاتس ات très bien Très 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 on le revient bien bien très 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 on le mérite un excellent très très bien ouais juge nous tombons il est tu veux qu'est-ce qu'on a très 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 bien أخيراً مهم الدريات صبروا صبروا ما كاين طوميات بغاو ما عرفيش بي غاديين ارجعوا لبلاصه الوقيله مهم الدريات اليوم غادي عليكم بلاك جديد وين صراحه هم واحد حاجه نحطكم دابا تورتها قبيلتين في المدرسه حيت لي ماما بديت البلوك مع النبوري مع الصباح بديتو دابا في العشية ما في غاب في المشا في المشا شنو؟ عشي لي طوموب جديدة شتغرد بيا لما لا ميزون لا ما شوفو انا قلت لها ندوزو تما بحال في المغرب ما بغاتوش انت بغات لك ندوزو نتوما نضربو الدورة عرفتي عرفتي فين غنمشيو واخا نجي لينا حتى يحطنا لهيها تولي شكون اللي كان باغي يجي هنا؟ لينا مالكي صعيبة هاد رجع ما هادي قاش شبراها وقالت لي مالكي معايا هاد طبعا فيني دار لي واحد الشتة ديال يلاه سول الناس الجهة الأخرى تاع الجهة الأخرى شوف عندنا هادي هي الدخلة كاين هوليوود ما نعرفش شني تاكو بيل سينما شوف هنا كاين فغيمون باش ديو تجيبو ولادك ها؟ تلاقينا مع صاحبي انا بغيت نبوس بوسه بويصه واش تقولي هذيك نصاتي في هذاك علاش كنجيب كنخرج خاصك تزلقي هنايا طلع تزلقي طلعنا احنا في الاخر ديرنا الخاطر الماما حما قلت لكم انا صافي في الوقت ما كتلاحظوا شي حاجه في السينما وفي المطار وفي السبيطار
تشوف شي حاجه عين جبدوها بس تشريوها. ويلي ويلي انا نوريكم صبر. لاحظتوا هذه اسمينا بزاف اورو كتكون كتلعب مع اورو بزاف جد ها كيف هي لينا ولا اجي غتضربيه تصرف كيما موت يشوف النجوم دغيا صافي دغيا باغا نلعبو هادي زربة زربة شتو بلي شنو شريت؟ شنو شريت؟ المهم شريت؟ لا ربحتي كنت تما خسرت الفلوس كنت تما ربحتي أو دابا جينا ناكلو طلبنا سي ماكلة أي واه ما مرت لي هاد مسكينة المهم سكركم الفنون ديالي مو هنا ما كانش كيتسمع صحاب لي بلي كتسمع ولكن الصداع بزاف ولكن كنت كاع كنقول لكم كنشكركم دريات الدراري اللي كتدعيو معايا اللي كتشكروني ديما اللي كتقولوا لي قديما ندير فيديوهات اللي كتشجعوني اللي والله تشكرا بزاف وما عرفتش شحال من مره انقدر نشكركم والله تشكرا بزاف
صبروا واحد البرنامج اللي بغيت اما تقاي ميساج بالعربيه واحد البيزا تعليق ديالها عجبنا. انا محجبه وفاش الفيديو تاعك قلت مع راسي هاد البنت صغيره وما ممكنش دوز افكار خاطئه على بنات صغار بنات صغار، ولكن فاش قلتي نصيحتك للبنات ما يقاوموش المخدرات والحب ويتفاداو يعيشوا في الحرام في اطار الحب والتخربيق برافو عليك حبيتك الله يحفظك ويسهل عليك يا عمري شكرا بزاف بزاف بزاف. المهم كما سمعت ماما قرات الميساج حيت كان في العربيه وما كنعرفش نقرا العربيه باللي انا فريمون تيكون لوكاستها لحاجه الا نوصل بزاف ديال الدريات اللي يكونوا ديال هاد السن اللي هو اصعب السن اللي تقدري تخرجي فيه على حياتك وكلي راكم عارفين. وما انا الدريه بحالي بحالكم نبغي ندير نعطيكم نصائح ولا شي وحده شي عندها شي مشكله ولا شي حاجه بغا شي نصحه من القلب مع شي اختها في الانستغرام تقول لينا انا عندي وعندي ونعاونكم سي با غراف مازال النبي نقول لي نعاونكم في بزاف ديال الحوايج نعطي بزاف ديال النصائح اللي فريمون بغيتكم عافاكم تتبعوها طانطو الدراري كما الدريات وصافي شكرا بزاف على هادشي كله. تو بغيت نتقيا هاشاكم شبعت شبعت الحمد لله الحمد لله وصافي. ودابا دابا شي غنمشي للدار يو نو الساعه فينا ديالي صافي دابا شنو صافي رجعنا بحال هاد الدار ماشي الدار المهم غادي في الطوبيس الطوبيس غادي هبطنا في واحد دابا خدينا الاخر خدينا هذا الكاو وحطنا قدام الدار ومشينا نشمو نشريو هادو حلوة الشينو حلوة ديال الشينو جابون معاه داك الماتشي راكم كتعرفوهم ديال تشيز كيك زعما ديال سميتها في العربية يا اللي هو قال لها ما عرفتش وماما ما عمرها ذقت انا عبري ما عارفه اوكي ماما ما عمرها ذقتها انا هاد المره كلا اوكي موتش ديجا دوكسو التستوره ديالهم سما ما غدكم دابا بقاو معايا خذي ما غادي بينا خذي ما خذي ما شنو شي ولو 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 مستقى هو بلا كاينه ولكن لقيتها في شي شكل اجا ليا لا تكمليها بزز My girls and boys حتى هنا هذا الفيديو ديال اليوم شكرا بزاف حيت تفرجت لهنايا وما تنساوش عافاكم تبعوني في انستغرام وتيك توك وديروا لي ابوني هنا لايك وسي كومونتير زوينه كنبغيكم بزاف شكرا لكم كله ان شاء الله حنا غادي كنكبروا وباي باي.